بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دي المحاضرة الأولى بالنسبة لل Distributed Systems، وهنستخدم فيها هذين الكتابين المرجعين. الأول اللي هو ده Distributed Systems باللون الأزرق، ده المرجع الأساسي المحدد حسب وصف المقرر. الكتاب الثاني ده اخترته لأنه مهم جدا، ويعني لواحد من العلماء المشهورين جدا في المجال في أوروبا. طبعا ده كتاب يستخدم، أول المرجع الأزرق ده يستخدم في الجامعات الأمريكية، بينما الكتاب باللون الأسود مع شوية أزرق وألوان أخرى دي يستخدم في معظم الجامعات الأوروبية. طيب الكتابين دول الاثنين بتلقوهم في الموقع اللي هو pdfdrive.com، اللي هو نفس الموقع اللي أنا برفع لكم فيه الملخصات حقت المحاضرات. يعني ممكن تلقاهم وتنزلهم، بس تكتب اسم الكتاب أو عن طريق أسماء واحد من المؤلفين. طيب طبعا ده الموقع، ده الرابط حق الموقع اللي هو sites.google.com site@akahmedsiu، اللي هو بتلقوا فيه كل ما يتعلق بالمقرر من ملخصات، محاضرات، لو في assignment إلى آخره، إعلانات، كلها موجودة في هذا الموقع بالكل. حتى الفيديو ده ذاته انا ان شاء الله بحاول ارفعه في الموقع، بخليه متاح، وفي نفس الوقت حيكون موجود ومتاح برضه في الجروب حق التليجرام او الرابط له يعني. طيب نبدا بالتعريف كالمعتاد. Distributed System Definition، تعريف ما هو Distributed System. فعندنا هنا واحد من التعريفات، طبعا التعريفات حتلقوها كثيره جدا، فاي واحد منها بيمشي ما في اشكال يعني. والتعريف ليس حفظا ولكن المعنى، بس تدينا المعنى. فتعريف الـ Distributed System هو الـ Distributed System is a piece of software، قطعة من البرمجيات أو برمجيات، جزء من البرمجيات، that ensures that، بتعمل على تأكيد ما يلي. البرنامج بيعمل على تأكيد ما يلي، إنه a collection of independent computers appears to its users as a single coherent system. البرنامج ده بيعمل على انه يجعل مجموعة من الكمبيوترات المستقلة تظهر لمستخدمها كنظام واحد متسق مع بعض البعض. يبقى في نقطتين هنا، two aspects: independent computers، كمبيوترات مستقلة، and single system، لكن system واحد. يبقى كمبيوترات مستقلة بتعمل مع بعض في سيستم واحد، اوكي؟ كمبيوترات مستقلة بمعنى انه كل كمبيوتر عنده ذاكرة، عنده الرام مثلا، عنده المعالج بروسيسور، عنده الهارد ديسك، عنده البرامج الموجودة فيه الى اخره. طيب شنو اللي بيجعل المسألة دي ممكنة؟ في عندنا حاجة اسمها الميدل وير، الميدل وير اللي بيسموها البرمجيات الوسيطة. فدي بتساعدنا انه نجعل مجموعه من الكمبيوترات المستقله تظهر للمستخدم كحاجه واحده او كسيستم واحد. في الرسمه بيتضح لنا الكلام ده. عندنا 4 computers as you can see here، computer 1 2 3 and 4، and we have 3 applications، application A، application B، and application C. As you can see here these computers are different, independent. Each one of them has its own operating system. في أربع كمبيوترات مستقلة، كل واحد عنده نظام التشغيل الخاص به. يعني كمبيوتر A عنده local operating system 1 و 2 نفس الشيء، و 3 و 4 نفس الحكاية، مربوطة كلها بـ network زي ما واضح في الشبكة. والـ distributed system ده بيعمل كبرمجيات بسيطة، middleware اللي هي بتجعل هذه الكمبيوترات كلها بتبدو للمستخدم كنظام واحد، رغم انه الكمبيوترات دي ممكن تكون في اماكن مختلفه ليست في مكان واحد. حتى هنا بنلاحظ مثلا الابلكيشن بي موزع بين كمبيوتر 2 و 3، يعني جزء منه موجود في كمبيوتر 2 وجزء منه موجود في كمبيوتر 3، بينما ابلكيشن A كله موجود في كمبيوتر 1 وابلكيشن C كله موجود في كمبيوتر 4. طيب في هنا الدومينز، استخدامات الديستريبيوتد سيستم تستخدم فيها في مجالات، يعني دي بعض المجالات ليست كلها وان كانت شامله. يعني عندنا الفاينانس اند كوميرس اللي هي المجالات الماليه والتجاره، الانفورميشن سوسايتي مجال مجتمع المعلومات،
كرياتيف اندستريز اند انترتينمنت اللي هو سموها الفنون الابداعيه، الهيلث كير الصحه، education التعليم، ترانسبورت اند لوجيستكس النقل وما يرتبط به من امور واجراءات، والساينس في العلوم وفي البيئه التحكم في البيئه. وهنا في الشرح لهذه الاستخدامات ممكن تقرأ، ما فيها حاجه غريبه يعني. طيب الاهداف تحت الديستريبيوتد سيستمز كلها عندها اربع اهداف رئيسيه: ميكينج ريسورسز افيلبل، اتاحه مورد، يعني بيكون في مورد ريسورس موجود في حته وما موجود في حته ثانيه، عاوزين نخليه يكون متاح. فور اكزامبل الشخص محتاج له كمبيوتر بقوه كبيره جدا جدا، عاوز يعمل معالجه لبيانات كبيره وكثيره بسرعه، لكن ما عنده كمبيوتر يستطيع ان يقوم بهذه المهمه. فنحن ممكن نربطه في موقعه بديستريبيوت سيستم في مكان اخر بعيد فيه كمبيوتر بهذه المواصفات. ديستريبيوشن ترانسبيرنسي برضو واحده من الاهداف، الشفافيه، الشفافيه في التوزيع، بمعنى انه يعني بغض النظر عن مكانك وموقعك والزمان اللي حتستخدم فيه السيستم بيديك نفس الخدمات بدون اي انحياز لطرف على حساب اخر، ففي شفافيه عاليه جدا. الاوبنس اللي هي الانفتاح، بمعنى انه السيستم بيكون قابل للتمدد، بمعنى ممكن نضيف كمبيوترات اخرى للسيستم، ممكن نضيف خدمات اخرى، ممكن نضيف مستخدمين جدد، يعني السيستم مفتوح بيقبل كل الاضافات. في برضه السكيلابيلتي، السكيلابيلتي اللي هي المرونه، بمعنى انه السيستم حتى لو تم اضافه مستخدمين جدد وكمبيوترات جديده وبرامج جديده وخدمات جديده يعمل بنفس الكفاءه، فهو بيشتغل اذا كان عدد المستخدمين كثير او قليل بيشتغل بنفس الكفاءه. زي مثلا يكون في عندك بنك مصرف فرع، بغض النظر عن عدد العملاء الموجودين بيشتغل بنفس الكفاءه، يعني بيشتغل بكفاءه عاليه جدا جدا بحيث انه يوفر الزمن والمجهود للجميع. طيب نجي لامثله من examples for distributed systems، ودي اشهر الامثله واكبرها، طبعا الامثله كثيره جدا. فعندنا كاوضح مثال كديستريبيوتد سيستم اللي هو الجوجل، جوجل انفراستراكشر اللي هو الويب سيرش، البحث عن طريق الويب، واحسن محرك بحث موجود حتى الان هو الجوجل. خلاص الجوجل دي احنا بنشوفه كصفحه بس، مجرد صفحه بنكتب فيها معلومه او سطر معين ونضغط على بحث بيبحث لنا عن هذه المعلومه. في الحقيقة إنه ده عشان يشتغل بالطريقة دي فيه عدد من المكونات اللي هي بنية تحتية infrastructure تتضمن ما يلي: عندك physical infrastructure اللي عبارة عن عدد كبير جدا من الكمبيوترات مربوطة بشبكة واحدة موزعة في العالم، ممكن جزء منها في أفريقيا، جزء في أوروبا، جزء في أمريكا، جزء في قارة آسيا، لكن مربوطة بشبكة واحدة، كمبيوترات كثيرة جدا بس لتخزين البيانات والمعلومات، يكون دوره انه تخزين البيانات والمعلومات اللي هي physical infrastructure. عندنا distributed file system، نظام ملفات بيوزع الملفات بالتساوي، يعني فور اكزامبل لقينا في اوروبا الملفات كثيره جدا جدا والكمبيوترات المراكز بتاعت الكمبيوترات ممكن ما تشيل الملفات دي، السعه ما بتكفي، فالفايل سيستم ممكن يوزع للكمبيوترات الموجوده في قارات اخرى يعني، وبيعرف اي ملف موجود فيها في مكان. فده ديستريبيوتد فايل سيستم، ده يعني مهم جدا جدا انه بيوزع الملفات وبيعرف كل ملف موجود له. عندنا برضه ديستريبيوتد ستورج سيستم اللي هو نظام تخزين موزع، اللي هو ده بيتحكم في تخزين البيانات والمعلومات، فيه لوك سيرفيس وفيه بروجرامينج موديل. طبعا اللوك سيرفيس اللي هي عشان تحمي البيانات، انت عندك البيانات دي موزعه في العالم كله عشان ما في زول يقدر يخترق مثلا الشبكه الموجوده في افريقيا ويصل منها للكمبيوترات الموجوده في قاره اسيا واوروبا وغيره، فانت بتعمل لوك سيرفيس، نظام تكفيلي يعني، خلاص عشان تمنع غير المخول لهم من الوصول لهذه البيانات وهذه الكمبيوترات. وفي عندك بروجرامينج موديل،
يعني سيستم بتاع برمجة أو نظام برمجة اللي هو بيظهر لنا نحن منه الشاشة دي. الشاشة دي جزء من النظام بتاع البرمجة، بحيث إنك أنت عاوز تصل لهذه المعلومات. عشان تصل للمعلومات الموزعة في حتات كثيرة جدا من دول العالم، لابد من نموذج برمجي محدد. في نموذج برمجي مستخدم بيظهر لنا نحن على الوحدة في شكل شاشة. يبقى دي المكونات، البنية التحتية اللي بيشتغل عليها الجوجل إنجين، المحرك بتاع البحث التابع لشركة جوجل. فده مثال قوي جدا للديستريبيوتد سيستم موجود في كل العالم. طيب مثال ثاني، ماسيفلي مالتي بلاير اونلاين جيمز، اختصارها دبل ام او جي اس، اللي هو دي مجموعة من الألعاب، عدد كبير جدا من الألعاب. انت ممكن تلعبها مع اشخاص اخرين في اماكن مختلفة من العالم، ودي بتقبل اعداد ضخمة جدا من اللاعبين في نفس الزمن بأعداد كبيرة بالملايين. فالجيم بيكون شغال أونلاين، أنت متى ما عندك زمن وعندك، طبعا دي اللي هي الجيمز يعني فيها مغامرة بالفلوس غالبا، فأنت بتدخل اللعبة ويكون عندك الفلوس، قد تكون فلوس إلكترونية بيتكوين أو كده، أو قد يكون فلوس حقيقية في بعض الألعاب. فدي مثال آخر. المثال الثالث الفاينانشال تريدنج، اللي هي نظم التجارة المالية، التجارة المالية ما يسمى به مثلا الستوك اكسشينج، اللي هي عندنا لها مثال هنا اللي هي البورصة، بيع وشراء الأسهم عن طريق البورصة. وهنا ده الرسمة دي بتوضح لنا example for financial trading system، نظام التجارة المالية دي بيشتغل كيف. ده هنا بيدينا فكرة عنه نشرحه وأختم بها الجزئين من المحاضرة، اللي هو عشان انت تعمل نظام تجارة إلكترونية متحكم فيه بواسطة برنامج حاسوب اللي هو Distributed System، فيه مكونات كثيرة جدا. فهنا الجزء باللون البيجي ده ممكن ده السيستم بتاعك خلاص. طيب من الخارج في تغذية ليهم من عدة مصادر. أولا الأخبار، عندنا مثلا وكالة رويترز، رويترز اللي بتجيب الأخبار، فدي أي خبر بيجي من وكالة رويترز بيدخل إلى السيستم. عندنا جزء معين في السيستم بيتعامل مع الاخبار دي وبيعمل لها فلتره ويدخلها للسيستم. من الناحيه الثانيه في برضو الفيكس جيت واي، اللي هي الاخبار الماليه التجاريه، يعني في جزء مخصص فقط للاخبار الماليه، اخبار المال، فده برضو بندخله من ناحيه ثانيه في برنامج بيتلقى هذه الاخبار ويعمل لها تصنيف الاهم فالمهم او المهم فالهم الى اخره ويدخلها الى السيستم. في بعد ذاك اللوائح، اللوائح التي تحكم العمليات البيع والشراء بالنسبة للأسهم والبورصات المختلفة في العالم، فدي برضو بتدخل إلى السيستم. السيستم ده بقى عبارة عن Complex Event Processing Engine، اللي هو ده Distributed System بتاعنا. فده يعني عبارة عن محرك معالجة كبير جدا، Complex يعني مركب، ما معقد، مركب من أجزاء كثيرة جدا جدا. مهمته إنه يديك معلومة، يديك معلومة، يتنبأ لك بحاجة، إن والله الأسهم بتاعة مثلا شركة كذا متوقع في خلال الأسبوع القادم تنخفض أو ترتفع نتيجة الخبر الفلاني أو نتيجة الصفقة الفلانية التي تمت وإلى آخره. فده أمثلة، ده مثال قوي جدا بالنسبة للديستريبيوتد سيستم. وهنا في مثال مثلا ممكن تعمل ألغوريزم خوارزمية لبرنامج انه يبيع لك الاسهم اذا حصلت احداث معينه خلاص. فده ممكن يكون برنامج انك عاوز تبيع اسهم، مثلا ده شخص عنده اسهم في شركه مايكروسوفت واسهم اخرى في شركه اتش بي، فدي خوارزميه بتحدد انه اذا في ظروف معينه اتحققت في وقت معين يبيع اسهم من واحده من الشركات ويشتري من الشركه الثانيه. فدي خوارزميه، انا حاجه افصلها ان شاء الله في المحاضرة الجاية لأن زماني هنا انتهى، بتوقف عند هذه النقطة وإن شاء الله نكمل في التسجيل التالي أو المحاضرة التالية.